هسه احنا على الهواء مباشر معاليك، واني بالشارع والوضع حرج. المواطنين بظل هاي الظروف متجمهرين حولنا، ودي يتحدثون عن منتدى الفاروق، وقالوا جناب وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال امر بايقاف المشروع بكتب رسمية، لكن الى حد الان صاحب المشروع دي يعمل بالمشروع. حاليا ما شفت اني شيء بالكاميرا، لكن على حسب كلامهم قالوا البارحه كان متواجد. الحد البارحه ويشتغل، الحد البارحه يشتغل. والله انا حق الموضوع هذا بحثته مع رئيس هيئه الاستثمار الوطنيه، مع رئيس هيئه الاستثمار بغداد. نعم. واحنا بصدد يعني ايقاف هذا المشروع، لان هذا المشروع فيه تجاوزات ومستخدم مساحه من الارض خارج يعني كبيرة جدا، بحيث لم يتبقى للمنشآت الرياضية إلا شيء قليل. وأعتقد أنه هذا الأمر هو يعني لا يتوافق مع القوانين. نعم. وأنا تحدثت وياه بشكل مباشر. نعم. وأعتقد أنه إحنا خلال الأيام القادمة يعني راح تكون لنا جلسة وياه نهائية. نعم. لحسم الموضوع معاليك. لحسم الموضوع. نعم. بشكل نهائي، لأن لا يمكن بالنسبة لي أن أوافق الآن يستمر هذا المشروع وهو يستخدم 95% من أرض. نعم. من أرض منتدى الفاروق. نعم. لأغراض تجارية. نعم. اللي يجب أن لا تتجاوز مساحة المرفقات التجارية عن 40% من مساحة الأرض. نعم. وهذا ما بحثت أيضا مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة الاستثمار بغداد. نعم. إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح تكون عندنا الجلسة النهائية لاتخاذ القرار يعني المناسب بهذا الخصوص، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه أكو هناك أخطاء حدثت من الجميع، وهناك أيضا أخطاء حدثت حتى من الوزارة بهذا الموضوع. نعم. طيب معاليك، أنا المواطنين يمي يردون جنابك بأنه توعدهم إن شاء الله القادم أفضل للمنتديات، وأيضا بالأخص منتدى الفاروق. بس أول شيء الوعد ليس بإيدي أنا، حنطيك واحدة من المقترحات اللي اقترحتها على المستثمر في حينها. نعم. أنه إذا وجدنا أرض في حي الجامعة مناسبة أنه هو يعمل فيها منتدى شبابي بدل المنتدى الشبابي اللي بنا ويستخدم هذه الأرض، ولكن لحد الآن لم نجد أرض مناسبة لعمل منتدى شبابي يليق بحي الجامعة. نعم. على الأساس إحنا في إيجاد يعني في صدد إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة حقيقة. نعم 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 معالي وزير الشباب. وبالتالي هناك أكثر من فكرة مطروحة بهذا الجانب، بس ليعلم الجميع أنه لا يمكن أن أوافق على أي استثمار يقام على أرض شبابية أو رياضية أو منشآت رياضية أو شبابية على حساب شبابنا. نعم. شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال. تحياتي لأهالي المنطقة، وإن شاء الله يعني وأني آسف لأن أزعجتك في يعني مثل هذا الوقت المبكر. انمون عليك معاليك، انمون عليك، احنا ولدكم وناسكم واهلكم، انمون عليكم. اهلا وسهلا بيك، نتشرف بيك. تحياتي، بلغ تحياتي لجميع اهلنا. الله يحفظك. الله يحفظك. ناجدك ان شاء الله، وما تخيب امنه ان شاء الله استاذ. شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضه، اشكرك، تحياتي لك.